أنا يا أخوان أحب أني أقول أن اليوم وقفتنا ما هي دفاع عنهم فقط، هي بالأصل دفاع عن أنفسنا، دفاع عن قيمنا، دفاع عن أخلاقنا، دفاع عن مبادئنا اللي أقسمنا في يوم من الأيام في قاعة عبد الله السالم أن نصون هذه الحقوق وأن نمضي في كل ما يدعم حقوق الشعب الكويتي وحرياته. لا يخفى على الجميع الكبير والصغير بأن الكويت مرت في مرحلة ومرحلة خطيرة ودقيقة جدا، كان نتاجها حراك شعبي تحرك ما يقارب عشرات الآلاف، خرجوا في الميادين احتجاجا على وضع فاسد قائم تسبب للأسف في فساد رأس الهرم للمؤسسات، وأنا أقصد رأس الهرم تلك القاعة اللي اسمها قاعة عبد الله السالم. فإذا فسدت هذه القاعة فسدت الدولة، وإذا صلحت فإن سائر الدولة ستصلح.